السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جديدة من حلقات مهدي يحبذ اللي بنعملها بالتعاون مع أصدقائنا من الريفيورز والكريتكس واليوتيوبرز اللي احنا بنحبهم، وأعتقد أن حضراتكم كمان بتحبوهم بعد التجربة الأولى اللي عملناها مع ماهر، واللي أعتقد أنها نالت استحسان حضراتكم. فالمرة دي بنلتقي مرة أخرى مع صديق برضو، مع محمد طارق من طارق ريفيوز، القناة اللي أنا بحبها وبتابعها واللي هو مقل جدا فيها، وأنا متغاظ منه جدا بسبب الموضوع ده. ولكن أنا لما وجهت له الدعوة إن هو يكون موجود معانا في البث بتاعنا على نيمو، اللي اللينك بتاعه قدام حضراتكم على الشاشة، تقدروا تنضموا له في أي وقت، كان معانا وقعد معانا وقت طويل جدا. هحط لكم لينك برضو في الديسكربشن للستريم الكامل، قدم لنا من خلاله 5 ترشيحات لخمس أفلام هو بيحبهم ويحب يشجع الناس إنهم يتفرجوا عليهم بالنقاش بتاعهم بالحاجات دي كلها، وهو ده الملخص اللي انا بقدمه في الحلقه دي. ما تنسوش تشتركوا في قناه طارق ريفيوز، اللينك بتاعها موجود تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تشتركوا في فيلم جامد، عشان انتوا بتنسوا تشتركوا في فيلم جامد حبايبي، بس بتنسوا تشتركوا في فيلم جامد. معلش معلش، الحق ما يزعلش حد، ويلا بينا كده نشوف ترشيحات طارق عامله ازاي. عم طارق منورنا. لا والله والله بنورك، انا سعيد ان احنا اخيرا طلعنا مع بعض في حاجه واحده. انا ثريلد، انا ثريلد جدا، ايش الثريل اللي تموت بيمشي في جتتي دلوقتي. حبيبي يا ريس. فمتحمس متحمس ان شاء الله ان تبقى ابيسود لطيفه. وانا عايز اعتذر اولا عن الكواليتي بتاعت الكاميرا. فور سام ريزن انا كده كده ده مش المين لابتوب بتاعي، ومش معناه ان المين لابتوب بتاعي الكاميرا فيه احسن، بس يعني ده مش بتاعي، فبحاول اسند نفسي فعلى اساسه الكاميرا مش في افضل حالتها. ده يا باشا وي كان سي يو، والدنيا ماشيه كويس. طب للناس اللي موجوده في الشات اللي ما تعرفش طارق، طارق يا جماعه ريفيور مش جيمر، بس جيمر وسينفايل و افري كرييتيف ايدنتيتي، هو شخصيه ابتكاريه خلاقه، ممكن نقول عليه فيلم ميكر، بس انا حاسس ان توصيف فيلم ميكر ده رخص شويه، انا شايف انه انا في تقديري الشخصي طارق اكتر من كده شويه يعني. طيب اول جونرا حابب تبتدي بيها من الخمسه اللي معاك ايه هي؟ بص، هي اول جونرا ممكن نقول ان هي ساينس فيكشن شويه. نايس. وهو فيلم انا اعتقد ان هو ما اقدرش اقول عليه ان هو اندر ريتد قوي، ولكنه خد اقل مما يستحق يعني شويه. انترستنج. ولكنه ان هو فيلم اعتقد ان انت ممكن تكون عارفه، او يعني ممكن تكون عارف ان انا بحبه بشكل او باخر. يتهيألي انا تهيألي ابتديت تقريبا افهم هو بتتكلم عن ايه. اوكي. فهو فيلم بليد رانر 2049. اوكي، لا تصدق انا فور سام ريزون افتكرتك هتقول دي ايدج اوف تومورو. لا، مش ايدج اوف تومورو، مش ايدج اوف بليد تومورو رانر بس. 2049 اميزنج، من فده اكتر من اجمل الافلام اللي شفتها في اخر 15 سنين ايفر اكشلي، علشان ابقى صادق يعني. هو فيلم بصراحة فيجولي مبهر بشكل يعني الواحد ساعات لما بيشوف حاجات كده بيبقى خلاص عينه اتفتحت على حاجة معينة او على جودة معينة في افلام البلوك باسترز، فبيبقى صعب جدا ان حاجة تيجي تكمبير، يعني حاجة بتبقى البنش مارك بتاعت الـ 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 الجمال البصري. فمفيش اي حاجة تانية هتيجي هتملى الفراغ ده او هتيجي مكان الحاجة دي بعد كده بسهولة يعني. فاللي انا هو طبعا اخراج داني فيلينوف، كان 2017، وهو سيكول لبليد رانر الاوريجينال. كان نزل في الثمانينات وليه كالت فولوينج والناس بتحبه جدا وبتعشقه وكل حاجه، وملحمه ريليس وري ريليس ودايركتور كات وريدلي سكوت كات ودي في دي كات وشغلانه. هو كمان انا طبعا يعني انا وجهه نظري، لان انا الفيلم الاوريجينال القديم انا ما شفتوش وقت ما انا شفت بليد رانر اول مره، ما كنت شفتش الاولاني. يعني انت بس لما شفت 2049 ما كنتش شايف الاولاني؟ ما كنتش شايف الاولاني، بس غريبة أوي دي. كنت عارف شويه غريبه غريبه انا عارف، بس هو كنت فاهم لأن إحنا بننطلق من البلوت بتاعت الأولاني. ما هو انا فاهم، انا كنت فاهم البلوت الاولانيه وعارف الفيلم عن ايه، بس ما شفتوش يعني. أوكي. اللي هو عشان بما انه شفت سبويلرز وعارف الفاينل سين في الجزء الاول بتاع تيرز ان ذا رين، اللي بالنسبه لي من قبل ما اشوف الفيلم مجرد ما انا شفت حد كان عامل شير لصوره او كده، الايموشنز وصلت لي واتبسطت بيها جدا، ولما شفته على الفيلم كان حاجه كويسه جدا يعني. فانا برضو هقول لك، انا جايز انا منحاز الناس شويه معلش لبليد معلش رانر. بقى انا اسف، انا عندي انا سيء قوي في الحته دي يا طارق، بقاطع معلش، ف لا بص، انا كده كده انا هتلاقيني تحملني سكت في فجاه ذلك. علشان
لا لا، انا هتلاقيني سكت عشان ما نركبش على بعض والصوت يخش في بعض، فانت اول ما تتكلم لا لا هتلاقيني. لا تعالى يا عم، احنا على قهوة براحتنا يعني. طيب بس هي النقطة خلاص ان في ناس فهمت. كتير بتسأل لازم اكون شايف الاولاني علشان اشوف الفيلم ده، في تقديري عشان كده انا اه مستغرب ان طارق ما شافش الاولاني، كونه عارف الاحداث وعارف احنا كنا بنتكلم عن ايه ده كويس. بس هقول لكم حاجة، 2049 اول ريفيليشن البلوت بوينت بتاعته، اول كشف او اكتشاف للبلوت بتاعتنا هتبقى عن ايه، الحبكه بتاعتنا هتبقى عن ايه بالظبط، اللي شافوا الفيلم الاولاني اوتوماتيكلي في السينما لطموا، اللي هو نظام في ما ينفعش ما تبقاش من غير رياكشن، اللي هو طب ازاي يعني، اكبر سؤال في الدنيا هيجي طب ازاي، وتبقى فجأة فاهم كويس قوي كل الناس اللي اتصدمت من الكشف عن الحبكه دي اتصدمت ليه. احنا بقالنا كام 30 سنة او حاجة بالطريقة ديت عايشين على اعتقاد معين، وفجأة الاعتقاد ده كله على بعضه بيتحط عليه علامة حلو. استفهام. اللي حصل ان انا فعلا بعد ما شفت الجزء اللي هو 2049 اتفرجت على الجزء الاول، بعد كده رجعت اتفرجت عليه تاني، لا الاكسبيرينس مختلفه تماما، الاكسبيرينس مختلفه تماما، كل حاجه ليها وزن وكل حاجه ليها ويت. والفكره ان هو الفيلم ذكي، يعني الفيلم فعلا مش مجرد احنا بناخد اسم قديم او بنعمل له سيكوال وبنحاول نلم الناس تيجي عليه وكده، لا في ناس حاسه بالمسؤوليه تجاه الفيلم المؤثر جدا قبل كده، وشايل المسؤوليه دي سواء فيجوالي وسواء في الستوري وسواء ان انت عايز تساتسفاي الفانز وتديهم اللي هم مستنينه وعايزينه، وفي نفس الوقت مش عايز تبعد. يعني انت برضو انت مش عايز تقول ان هو لا احنا بنعمل حاجه جديده مش في نفس، لا الحاجات حتى لو الجرافيكس حتى لو سي جي اي حتى لو براكتيكال افكتس الحاجات كلها بصريا احسن بكتير، بس من نفس العالم، الدنيا مش مختلفة خالص، كأنك عارف لما كأنك 4K عملت حاجة 4K من حاجة كانت اتش دي قبل كده. لا أنا الفيلم فعلا ما ضايقنيش خالص، وأعتقد إن الدنيا فيه واضحة جدا. وأنا شخصيا برضو عندي عادة كده إن أنا حتى لما بتفرج على فيلم وبكون فاهمه أو مثلا فاهم 99% منه، بحب أقعد أقرأ البلوت أكتر وأشوف الناس بتتكلم عليه أكتر وكده، وده بيعمق التجربة عني. يعني أنا دايما بقعد أقول إن في 3 متعات في الأفلام، المتعة اللي هو لما بتبقى مترقب حاجة معينة وتقعد تقرأ عنها قبل ما تشوف الفيلم، ومتعة الفرجة على الفيلم نفسها، وبعد كده طيب بعد ما شفته الديسكشنز والحاجات اللي احنا بنعملها دي، مش بس ان انت بتهايلايت انت شفت ايه، لا هي بتفرق فعلا في الاكسبيرينس. لو انت يا صحيح ترى الفيلم ده لما اجي احكيه لحد صاحبي هحكيه له ازاي؟ بس ده كده على بليد رانر 2049. أميزة. نخش في فيلم بقى بعده، يلا فيلم لشخص انا بحبه جدا جدا، وشايفه برضه فنان اندر ريتد جدا، وشايف ان ناس كتير شايفاه اندر ريتد جدا. وهو فيلم نوكتورنال انيمالز. all right فيلم نوكتورنال انيمالز انا جايز شفته من سنه او سنه وشويه، ما كنتش شفته قبل كده، okay والحقيقه ابهرني بشكل مفاجئ. All right. هو فيلم ثريلر زي ما بيقول الكتاب. مين الشخص؟ هو فيلم فعلا ثريلر. جيك جيك جيلن هول، جيلنهال. اوكي انا بحبه جدا 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 ضيف يعني. ضيف دائم عندنا في الترشيحات جيك جيلنهال، علشان تعرفوا ان انا ما بجيبلكوش غير الناس اللي بتفهم من الاخر يعني. انا بحبه جدا والله، وحاسس ان هو فعلا جايز الناس اللي هو مش واخد الاضواء اللي هو يستحقها. صحيح وهقول لك، جيك عمل فيلم نوكتورنال انيمالز اعتقد ماهر كان اتكلم عليه في الحلقه اللي فاتت، ماهر كان بيتكلم عن نايت وعمل كرولر، ما اتكلمش عن نوكتورنال انيمالز. نايت كرولر. يا اتكلم عن نايت كرولر قصدي، وطبعا اداؤه في نايت كرولر يعني ما فيش حد شافه وقال ان ده مش حاجه جميله، وغير ان هو ما ترشحش اصلا الاوسكار عليه، فبرضه دي كويشن مارك ما يعني، ما اعرفش ترشحش هيجيب رغم ايه ان تاني كل الناس متفقة انه كان المفروض يكسب مش بس يترشح. بالظبط. فبالنسبه لنوكتورنال انيمالز، نوكتورنال انيمالز كان فيلم فعلا ثريلر موتر للاعصاب بشكل مش طبيعي. انا متهيألي الاوبننج سين بتاعه بتاع العربيه ده يعني تعبني تعبني يا جامد يعني، رغم ان تعبني ده جدا. يعني بيني وبينك ده نرجع تاني للتعليق اللي كان بيقول مكرر، المشهد ده لو اي حد حاول يحكيه مهما كانت قدرته على الحكي ومهما كانت قدرته على انه يهيئ اللي قدامه لدرجة الإثارة، مهما حاولت تحكيه هيطلع مهروس مهما حاولت تحكيه، بس لما بالظبط. تشوفه ده حاجة تانية. والفيلم الغريبة فيه انه ايرن تيلر، ايرن ايرن تيلر تيلر جونسون 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 طالع في دور مش ده مش نفس الواد بتاع against كيك type اس تماما، against type خالص، تماما، وعامله شخص دوش باج وقذر وخارج شخصية دون يعني. مقرف. شخص مقرف. ومعرفش برضه هو الدور ده، انا معرفش بصراحة هو اترشح عليه على حاجة ولا لا، بس ما اعتقدش. ألان اللي تايلر انا جونسون اترشح جولدن جلوب، مايكل شانون اترشح أوسكار هو على قد ما اترشح أنا فاكر. اوسكار بالظبط. بس انا بالنسبه لي لو هختار حد رشحه، مايكل شانون كان كويس وكل حاجه، بس لو انا هختار حد رشحه اختار ارن باشا تيلر جونسون، الناس لان انا القديمة بقى بتوع فيلم جامد فاكرين كويس، أنا طلعت من السكرينينج بتاع الفيلم
قلت يعني من قبل اي حاجه في الدنيا اللي هيترشح للاوسكار مايكل شانون وجيك جيلنهال وارن تايلر جونسون ممكن يترادوا في الجولدن جلوب، بس براهن من اول لحظه على ان اللي هيترشح في الاوسكار مايكل شانون. وعشان كده انا اتلخبطت اصلا وانت بتقول لحد انا بحبه قوي، انا افتكرتك تقصد مايكل شانون. هو المفروض قصته ان هي في واحده اتبعت لها كتاب من الاكس بتاعها. انت هتقول البلوت بس مش هتحرق. لا لا مش هحرق طبعا مش هحرق. لا ما بحبش احرق خالص حتى لو فيلم مش هشوفه. حلو يعني لا كل الناس يا جماعه يو ار سيف، احنا مش هنحرق حاجه. احنا بس في حاجه اسمها بريمس، يعني احنا المفروض لما نقدم فيلم نقول للناس هو بيدور عن ايه يعني. بالظبط. هو بس الفكره ان هو في واحده جالها كتاب زي روايه او حاجه من الاكس بتاعها، هي شغاله ان هي فنانه وعندها معرض بتاعها وحاجات كده، فجالها الروايه دي فبتبتدي تقراها. ف وانس ان هي بتبتدي تقرا احنا بنروح للتايم لاين بتاع الروايه ده باحداث معينه بكل حاجه، وبنرجع تاني للتايم لاين الاساسي بتاعنا اللي هو فيه ايمي ادمز اللي هي الست انا مش فاكر اسمها الحقيقه. وفي نص اللي هو الرايح جاي ده بنروح لفلاش باكس لقصتهم مع بعض عامله ازاي. فهو في ثلاثه تايم لاينز. الدنيا مش معقده، هو مش فيلم تايم لاينز يعني زي دارك والهيستوري كلها، بس خالص. هو الفكره ان هو انا بتكلم ان هو سرد في كذا حته، بيحكي بشكل مش بسيط خالص، مش واحد عمل كذا وبعد كده حصل كذا، لا اللفه في وامتى يوصل لحته معينه في القصه دي وامتى يسيبها ويرجع تاني هنا عشان تشوف الامباكت عليها عامل ازاي، وامتى يجيب لك فلاش باك عشان لما تشوفها وهي بتعمل كذا تفهم ان ده اثر على كذا 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 كذا. الفيلم برضو في حاجه انه فيلم امبيجوس من نهايته، كمان نهايته امبيجوس جدا جدا أنا كنت جدا. دي انا كنت مستنيك تخلص عشان اضيف النقطه ديت، رغم ان هو فيلم مش معقد على مستوى التايم لاين لكن بكل تاكيد ما هوش فيلم سهل. مش فيلم سهل. مش فيلم يعني النهايه امبيجوس، بس مش فكره ان انت مش فاهمها، هي فكره ان هي سايبه لك انت تفهمها زي ما انت عايز. هي ما بتديلكش اللي هو ده اللي حصل اتفضل، لا بتقول لك انت شوف عايز تحس هي عامله ازاي. مظبوط. واعتقد فعلا ناس كتير ليها ثيوريز مختلفه عن النهايه الناس شايفينها. باشا انا برضو قلت الموضوع ده ساعه المراجعه. اولا انا كان عندي حظ ان انا شفت الفيلم ده في البريمير بتاعه في العالم العربي في مهرجان دبي سنه عرضه قبل ما ينزل مصر وقبل الكلام ده كله، وما شفتش، كنت يعني دي كانت اول تجربه ليا في مهرجان دبي. كنت شفت قبلها عروض كتير بس ما كنتش شفت اللي شفته ده ساعتها، ان بعد ما الفيلم خلص كان النايت جالا سكرينينج اللي هو بعده الناس كلها بتمشي، ما فيش حد بيقعد، ده اخر عرض في اليوم، ومع ذلك الامن والناس دي كلها واقفه لان الناس ما بتمشيش، وكانك بالظبط في جلسات نقاش داخل مجلس الشعب، كل خمسه سته ملمومين حوالين بعض وعاملين جلسه مناقشه ونظريات يمين ونظريات شمال، وبعدين فجاه اكتشف ان شوقي كان واقف وسط الناس بيقول نظريه، اروح رايح هناك يروح شوقي سايبني ورايح واقف في حته ثانيه كان فيها انجي تروح سايباني ورايح في حته ثانيه، عمالين ننتقل في دوائر دوائر دوائر، وفجاه تلاقي في واحد في النص بيصرخ بيقول لك في وجهه نظر حلوه هنا، تلاقي الناس كلها راحت جريت عليهم عشان تسمع اللي عنده نظريه جامده وبتاع ما اعرفش منه كلام زي ده، وفي الاخر مع كل المخاخ ديت وهي بتخبط في بعضها مفيش اتنين اتفقوا. فانا الافلام اللي هي بتخليني افكر او تخليني علشان استمتع بيها الاستمتاع الكافي ان انا ابروجكت حاجات انا بحسها او نظرتي للفيلم ده علشان اعرف استمتع بالنهايه او اتخيلها بالشكل المطلوب، انا احب الحاجات دي جدا جدا. دكتورنا الان من عمل الموضوع ده بشكل جيد، واعتقد ان هو فيلم ثريلر كويس لو عايز تتفرج على حاجه كده تشدك تنشن شويه كده وتحس انت متوتر وعايز تعرف ايه اللي هيحصل وبتاع، انا بنصح بيه. جدير جدا. بالذكر انه على لسبب لاسباب كتيره غير مناسب للمشاهدات العائليه. لا هو لاسباب عنيفه ولاسباب فيها محتوى جريء والاسباب مقرفه وكل حاجه في الدنيا يعني. الاوبننج سين بيخض يعني، انت يعني ما تفتحش حتى الفيلم ده تشوف الاوبننج سينز بتاعته. الاوبننج سين ده في حد ذاته ممكن تقعد تعمل عليه نظريات لمده شهر، ممكن تقعد تتكلم عنه لمده شهر، هو معناه ايه؟ هو يقصد ايه؟ هو وراه ايه؟ والحاجات دي كلها. طيب الفيلم الثالث معايا هو فيلم برضو 2017. فيلم روش من الافلام اللي يتقال عليها فيلم روشه، افلام روشه. لدايركتور انا حاسه ان هو في الفيجوال كوميدي دايركتور مميز جدا جدا جدا، هو ادجار رايت. برافو عليك. فيلم ايه بقى؟ بيبي درايفر. برافو عليك. والله العظيم متفقين، بس هتتكلم على الفيجوال كوميدي يبقى ادجار رايت طبعا. ادجار رايت. فيلم بيبي درايفر كان فيلم 2017. فيلم روش روشنه مش زي اي روشنه تانية شفتها في اي فيلم تاني.
فيلم هو ادجر رايت، عشان برضو تبقى عارفين عنه، هو عمل افلام، كان عمل فيلم شون اوف ذا ديد، وعمل فيلم كان اسمه ايه؟ ذا هوت اند اوف فاز ذا وورلد، هوت فاز، و و دي اللي هو ذا اند البار اوف ذا تور اللي كانوا بيعملوها دي، بار يعني بيدور عليه هو عمل ثلاث بالظبط، افلام ومعاه مع اللي هو سايمون بيج ومع اسمه نيك فروست. نيك فوست، نيك فروست حاجه كده هو المفروض ليه انها هتؤرخ كوميديا في الكوميديا الانجليزيه يعني. بيبي درايفر هو الفيلم اللي عليه الدايركتور كريدت بتاعته مباشره بعد سكوت بيلجريم، صح؟ ما اظنش في حاجه في النص، ممكن ذا وورلدز اند في النص. لا، هو عمل الجزء الثالث بتاع اسمه ايه؟ ذا ووردز اند. عمل ذا ووردز اند عمل ذا ووردز اند وبعد لان هو كده كان ده. عامل هوت فاز وعمل شون اوف ذا ديد وبعدين خد بريك من الناس ديت وبعدين رجع عمل ذا ووردز اند وبعدين بالظبط. عمل بيبي درايفر، بس في النص في محطه ناس كتير ما تاخدش بالها منها وهي انت مان. انت مان لما كان هيعمله في ان الاول و ادجر رايت يعتبر حط له التون بتاعته وحط له الفيجوال ايدنتيتي بتاعته، وفي كذا مشهد في انت مان الاول عليه بصمه ادجر رايت من اليمين للشمال، لما حد يقعد يقنعني من هنا للسنه الجايه ان ده مش مشهد ادجر رايت ماليش دعوه، ده مشهد ادجر رايت وعنده صح. عليه سكرين بلاي كريدت، ولكن في الاخر كعاده اي مخرج محترم في الدنيا لازم يكلاش مع كيفن فايجي ويسيب المشروع ويمشي. دي حقيقة. دي حقيقة وفعلا الفيلم، يعني انا جايز انت مان، حتى اول ما سمعت ان هم يعملوا فيلم انت مان انا ما كنتش متحمس، حاسه فيلم يعني بي موفي، بي سوبر هيرو موفي، مش حاجة وكده. بس اول ما قال لك ادجر رايت هيعمله، لا نور توكينج، لا كده نقعد في الكرسي كويسين ونبتدي نسمع ايه اللي هيحصل. نرجع بقى لبيبي درايفر. بيبي درايفر الفكرة اللي فيه اكتر، او اكتر حاجة اللي الواحد دايما لما بتتفرج على فيلم في حاجات معينة كده بتعلق معاك، في فيلينج معين، او في سين معين بتقعد تفتكره، في حاجه كده. بالنسبه لي الحاجه اللي ادجر رايت ابدع فيها في الفيلم ده هي الساوند اديتنج او الساوند ميكسينج. الراجل يحضرك مشهد مركب. معين؟ يحضرني مشهدين. هو يعني غير ان الفيلم كله اصلا هو برضه من غير حرق ولا حاجه، هو الفكره ان هو في ولد اسمه بيبي كان عنده حاجه، حادثه حصلت له وهو صغير وكده، ففي زي زنه في ودنه او حاجه، فهو على طول بيبقى لابس سماعه وبيسمع اغاني. الولد ده سواق كويس جدا، بيشتغل مع عصابه الله كده يرحمه بيعمل كيفن خدمه. سبيسي. الله يرحمه، الراجل يعني ما بقاش موجود دلوقتي في خلاص الخريطه هو ده اصلا. مع عمره ما عمل افلام قبل كده، ولا عمره كسب اوسكار، ولا عمره مثل، ولا ولا عمره عمل اي اطلق حاجه. نتفليكس على كتافه، ولا اي حاجه خالص، ما عادش موجود خلاص. فهو المفروض ان هو بيشتغل زي مع عصابه او مع هو المفروض كانه درايفر، هو درايفر اللي هو لما في هايست او في اي حاجه هو اللي بيبقى ورا جيت اواي درايفر، التاكسي، هو اللي بيبقى ورا سواق هروب. بالظبط. هو ولد صغير وشكله اصلا مش بتاع الحاجات دي، بس هو سواق كويس والناس بتشغله معاهم يعني. فالفكره بقى ان في حاجات في الاطار بتاع القصه ده، في سينز، في مشهد شوت اوت، انا في حياتي عمري ما كنت اتخيل ان في حد هيركب شوت اوت ضرب نار على اغنيه تكيلا. تكيلا. عمري ما هسمع، عمري ما هسمعها يعني، عمري ما هسمع. وهو من يعني وفي مشهد تاني برضو اللي هو بتاع اغنيه هوكس هوكس بوكس بتاعت اغنيه فوكس، لا الباند اسمه فوكس، الاغنيه اسمها هوكس بوكس مطلقا، اللي هي كان تشيس سين على الرجلين. البيت بتاع الجري، البيت بتاع كل حاجه بتحصل مع البيت بتاع الميوزك، بشوت اوت تاني في الاخر برضو شوت اوت على الاغنيه. صوت الطلق هو اللي اكنه يعني اكن الالات هي صوت الجنز، صوت الجن فاير. فيلم، لا فيلم بصراحه كان اكشن وايز كان حلو، وكان فيه جون هام كان عامل دور كويس جدا، جيمي فوكس وجيمي فوكس، وهم والله شله كده، يرحمه وكان الله يرحمه رخر عامل دور عظيم، احنا اسفين يعني لو يسمحوا لنا يعني. كيفن سبيسي كان عامل دور كويس. والفيلم على فكره على قد ما هو يبان ان هو من بره اللي هو فيلم انت مسلي ومش عارف ايه ولذيذ وكده، بس في ممكن نقول بلوت تويست، او في حاجه كده هو لعب بدماغك شويه في حته كده، لو انت حاسس في حاجه معينه بتحصل، لا مش هتحصل، ما تقلقش، تعالى خد ما تسرحش. جايز مشكلتي مع الفيلم ده بس اخر 5 دقايق في الفيلم. الله ينور عليك، انا كنت لسه هقول لك اخر مشكلته الوحيده ان نهايته فوضويه شويه. اخر 5 دقايق في الفيلم انا ممكن اكون من كتر ما انا يعني عارف لما تشوف حاجه اللي هو هي مش حلوه فعلى اساس انت نسيتها اصلا يعني. انا لو قلت لي بالظبط ايه اللي حصل في الاخر هقول لك انا مش فاكر بالظبط اللي حصل، تلات بس اربع انا عارف اللي نهايات، حصل. هو زي ما يكون كان عنده اربع خمس نهايات مش عارف يختار ما بينهم فراح عاملهم كلهم مع دي بعض. بعد كده دي بعد كده دي بعد كده دي، فمبقاش ليها معنى. هي فيلم انتي كلايماكتيك خالص في الاخر بصراحه. يا وتحس ان هو ريدندنت جدا يعني، انت الفيلم كله ورتني نسخه اول مره اشوفها من حاجات معتاده وجيت في الاخر مشيت على الستيريو تايب تماما. فانا على اساسه الليست دي فيها حاجات كتير جدا، وفي
حاجات ملهاش علاقة ببعض، فانا اكني بروح اقصى اليمين واقصى اليسار وكذا جونرا بكذا حاجة. فالفيلم اللي انا هقول عليه دلوقتي ده يعني هو انا بالنسبة لي هو اكأب فيلم انا شفته في حياتي. يا ستار يا رب، ايه بقول يا ستار يا رب. هو فعلا اكأب فيلم انا شفته في حياتي ومن اغرب الافلام اللي انا شفتها في حياتي. هو فيلم اسمه سينكتكي نيويورك بتاع اوكي تشارلي كوفمان. سمعتك، انا ما بعرفش اقول اسمه اساسا، انا ما شفتوش ده بقى، سينكتكي، اهو ده بقى لا انا ما شفتوش. سينكتكي لازم، انا بقول لك لازم تشوفه، لازم تشوفه مش عشان حاجه بس، هو عشان مش شبه اي حاجه انت شفتها قبل كده. يعني هو حاجه كده عارف لازم تماركت تشيك كده جنبها ان انت طب انا شفتها. مبسوط، دي اول مره يا جماعه تحصل في التجربتين اللي عملناهم ان في حد هيرشح فيلم انا ما شفتوش، فبعهولنا بقى. طيب اقول لك بص، هو فيلم سينكتيك ان نيويورك، هو المفروض كلمه سينكتيك دي اصلا معناها ان هي حاجه صغيره بتعبر عن حاجه كبيره، او يعني مثلا لما بتقول ذا ويلز معناها ان انت، او العجل معناها ان انت قصدك العربيه مثلا، بس انت بتريفير لحاجه صغيره فيها. اوكي الفيلم ده علشان اقول لك اللوج لاين بتاعه او البلوت بتاعته غالبا مش هعرف. دي اول مشكله، دي اول مشكله في البيع يعني. ماشي، ان انت لو قلت لي فعلا قول اللوج لاين بتاع الفيلم ده مش هعرف. ممكن اقول لك ببساطه كده ان هو واحد زي مخرج مسرحي او حاجه عايز يعمل مسرحيه بس بسكوب كبير شويه، يعني هو عايز يعمل مدينه، هو عايز يعمل عن حياته، فهيعمل مدينه نيويورك في مسرح، وجوه المدينه دي هو موجود، وجوه اللي هو موجود ده هو بيعمل مسرحيه تانية. فهو عايز حد يلعبه وحد يلعب الشخص اللي هيلعبه في المسرحيه اللي جوه المسرحيه، حاجه كده. ماشي، هو موضوع كده، بس دي مش المين بلوت، يعني ده اللي بيحصل بس دي مش المين بلوت. ويمكن تكون مشكله شويه، او يمكن تكون مش مشكله، بس الحاجه الغريبه في الفيلم ده ان هو ممكن ما يكونش ليه بلوت قوي، هو مجرد تحسها احداث unfortunate بتحصل لشخص وهو بيرفلكت عليها. انت قاعد ساعتين بتشوف unfortunate events واحداث مأساوية بتحصل لشخص في حياته الشخصية، حاجات very personal، انت وانت من جواك عمال تقول خلاص get over it، كفاية كفاية اللي انت بتعمله في نفسك ده. فهو فيلم بيستفزك من جوه وبيضايقك في مشاهد جوه. انا بالنسبة لي مشاهد يعني في حاجات سريالية جدا، يعني مثلا في مثلا ايه، هو تشارلي كوفمان ده برضو عشان نوصل للناس تشارلي كوفمان ده مين. تشارلي كوفمان ده الراجل اللي كتب Eternal Sunshine of the Spotless Mind، وكان كتب قبل كده وادابتيشن، وعمل فيلم بين جون مالكوفيتش. هو الراجل اصلا دماغه في الحاجات مش اكتر حاجه، مش زي بني ادمين العاديين يعني. مش زي بني ادمين العاديين. انا بالنسبه لي هو شخص عبقري بدون ادنى شك. لساني حسيتك هتقول شخص عربجي، مش عارف ليه، بس لا 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 لا، انا بقول بالنسبه لي كتير، مش عارف انا ليه ديفنس بس كده. انت قلت شخص عر، انت جيت تقول عبقري في اول ما قلت عر، انا رصيت هيقول عربجي، مش مصدق يعني. شخص عربجي، هو عربجي ولكن في ابداعه، عربجي ولكن في استثنائيته، عارف الحاجات دي. هو شخص فعلا عبقري. انا ما اعرفش بصراحه هو كتب الفيلم ده ازاي اصلا على ورق، وما اعرفش هو اخرجه ازاي برضو، انه فيلم لو انا فاهم صح، تشارلي كوفمان ما بيمدش ايده ويخرج غير الافلام اللي هو متاكد ان ما فيش حد في الدنيا هيفهمها غيره تقريبا. والفيلم ده تقريبا اول انا مش عارف هو اول فيلم اخرجه ولا لا، انا مش عارف، بس هو تقريبا قال ان انا هخرج، يعني انا كتبته وانا اللي هخرجه، وما اعرفش لو حد تاني كان اخرجه كان هيطلع كده ولا لا. هو ده من بطوله فيليب سيمور هوفمان. الفيلم من بطولته واعتقد ده هو اللي خلاني ابص شويه ليه بشكل عارف، اللي هو دايما في افلام كده بتشوفها اللي هو الراجل فلان الفلاني اللي طلع في فيلم فلان الفلاني، بس عمرك ما بتلتفت ليه بالشكل الكافي، حتى لو هو ممثل كويس بس عمري ما ركزت معاه. انا في وصف وصفته الفيلم ده قبل كده، ان هو عارف لما بتبقى في حاجه موقفاك في حياتك او بتضيع وقتك في حاجه، والفيلم ده يجي كده يديك قلم يفوقك. هو حاجه كده، مش معناها ان هو بيقول لك عارف لو ما سمعتش اللبن هتبقى زي مش عارف ايه، لا، بس هو من جواك وانت بتتفرج عمال تقول يا جماعه خلاص كفايه. والفيلم كمان في حاجه جامده جدا، الفيلم ما بيقولكش الوقت ازاي، عارف لما شخصيات مثلا تبقى بتتكلم فتلاقي واحد بيقولك انت مثلا، احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم اهو، ان انت مثلا اخر مره قعدنا فيها مثلا في مطعم او حاجه اتخانقت مع واحد، فاحنا دلوقتي بتتكلم، فانت بتكلمني مش اللي هو احنا بنتكلم دلوقتي اللي هو اكن الموضوع ده لسه حاصل امبارح،
فجأة من واحنا بنتكلم حد بيقول ان الموضوع ده حصل بقاله سنتين. الفيلم بقى سريالي في حاجات كتير جدا، يعني في حاجات تحسها اكنها مسرح شوية. يعني واحدة مثلا كان في love interest من الناس، هي مثلا هو المفروض ان هي معجبة بيه بس هو لسه مش معجب بيها وعنده مشاكل مع مراته، فمش عارف يحبها قوي وحاسس بتأنيب ضمير وهو بيقرب منها وكده. هي راحت تسكن في بيت on fire، literal on fire، والدخان طالع من كل حتة وبتاع، وقعدة مع الشخص اللي بيبيع لها البيت البروكر ده ومش عارف اسمها ايه، الست اللي هي بتبقى ماشية بتاخدها في تور في البيت ده، الريلتر. هي قاعدة بتتكلم معاها بتبيع لها البيت ان هو on fire، هما بيتكلموا وسط الدخان. حاجات عمرك ما يعني حاجات سريالية بنسبة كبيرة جدا يعني. بس من النقاد، النقاد مقسومين عليه برضو، في ناس شايفين ان هو فيلم سوبر بريتنشس بيدعي العمق او بيدعي التعقيد، ده اتهام دائم لجميع الافلام السريالية اللي في الدنيا لكل الافلام. وفي ناس تانية شايفاه لا، الفيلم ده بغض النظر عن الحاجات المبالغ فيها والمش حقيقية اللي بتحصل قدامي، بس الفيلم ده بيرسونال جدا. أوكي. الفيلم ده عن حاجة تراجيك جدا بتحصل لشخص، وانت شايف حياته وشايفه بيكبر مع الوقت وشايف الحاجات بتعدي عليه وشايف احساسه على اتجاه الحاجات دي عامله ازاي، وازاي الموضوع ده معطله في حياته مش عارف يموف اون. الحاجات دي كلها الموضوع بيرسونال جدا، بغض النظر بقى هو عايز يعمل مسرحيه مش عايز يعمل مسرحيه، عايز يروح عايز يجي، الحاجات دي كلها يعني ما بقول لك دي مش البلوت. حتى انا قلت لك البلوت هي دي مش البلوت، هي ا سيريز اوف انفورشنت ايفنتس بتحصل لشخص معين وبس. فاهم؟ فانا انصح ان الناس تشوفه، مش عشان حاجه، مش عشان اقول لك ابريشيت ذس ماستر بيس اوف ا موفي وبتاع، على قد ما انا بقول لك ريكومنديشن لحاجه غالبا مش شبه الحاجات اللي انت شفتها قبل كده، وعلشان تفتح دماغك على الحاجات اللي انت هتشوفها بعد كده برضه. فاضل بقى الفيلم الخامس، وهو فيلم فرانسيس ها. خش على طول كده في اسمه. اوكي. فرانسيس ها لنوا باومباك اللي هو كان الرايتر والدايركتور بتاع فيلم ماريج ستوري. انا بحب نوا جدا 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 جدا، ونوا عنده طريقه في كتابه السكريبتس. فرانسيس ها انا ما شفتوش، اسمع عنه حاجات عظيمه بس ما شفتوش. فيلم كويس جدا جدا جدا، وزي ما بقول لك نوا باومباك عنده بيعرف يكتب دايالوجز بطريقه غير ان هي مميزه، غير ان هي مش شبه اي حاجه. هو برضو زي ادجر رايت كده، تشوف فيلم تعرف ان هو ده الفيلم بتاعه. الدايالوج بتاع نوا ده دايالوج نوا. ماريج ستوري دايالوج نوا. ناس كتير ممكن تحاول تقلده شويه او تاخد الطابع بتاعه ده، بس انا وجهه نظري ما حدش بيكتب النوع ده من الدايالوجز. هو كمان عمل ذا ماير وود ستوريز. بس انا برضو للاسف انا برضو ما شفتش ذا ماير وود ستوريز، فما اقدرش اقول لك ان انا قادر ارسم له باترن. لا هو انا عشان انا جايز من الفيلمين دول، يعني انا شفت له الفيلمين دول فرانسيس ها وماريج ستوري، وهو فعلا هو مش فكره السكريبت او فكره الحاجات، هي فكره الدايالوج، فكره البيس بتاع الدايالوج، فكره الطريقه نفسها، فكره الناس بتتخانق ازاي، فكره الكلام لما حد يبقى فيه سب تكست، حد بيقول حاجه بس قصده حاجه تانية وهكذا. هي القصه ببساطه جدا عن حاجه جايز تكون اتعملت قبل كده كتير قوي، بس هو واخدها من ابروتش مختلف شويه. هي القصه اعتقد ان هي عن موفينج اون، ماشي، بس هي موفينج اون، بس واخدها من اطار مش لاف ريليشن، مش من لاف ريليشن شيب، واخدها من فريندشيب. هما بنتين كانوا عايشين مع بعض وصحاب وبيحبوا بعض ومش عارف ايه، وواحده فيهم ارتبطت بحد وابتدت تبعد عن صاحبتها وبتفكر تسافر ومش عارف ايه، فصاحبتها دي بتعيد اكتشاف نفسها، بتعيد اكتشاف هي عايز تعمل ايه في حياتها والباشن اللي هي بتحبه والكلام ده كله. فهو اكنه ستوري عن موفينج اون، بس بيحكيه من شكل مختلف تاني خالص. الفيلم ده انا فاكر شفته في اواخر ايامي في الجيش، كان في فتره اللي هو انا شفته زمان وفاكره كل حاجه، بس انا فاكر انا خدته معايا في الجيش، وكان بعد ما العساكر كلها نامت وبتاع دخلت اتفرجت عليه في هدوء كده، وكنت محتاج اتفرج عليه في فتره اللي هو انت محتاج بوش كده، عارف دي مخالفه طبعا. طبعا مخالفه، بس في انت عملتها في الخباز يعني. عملتها في الخباز. دخلت اتفرجت عليه في الكمبيوتر، وكنت حاسس ان الفيلم ده انا مش عارف هي مخالفه ولا لا، ما عادي مش مخالفه قوي يعني. مش المفروض انك ممنوع تتفرج على حاجات في الجيش؟ بس ده كان بعد الوقت يعني، زي كده انت لسه في المكان بتاعك في الوحده. انا في الوحده، بس في يعني ينفع تشغلوا افلام في الوحده؟
ما في تلفزيون هناك وفي حاجات يا عادي. بص احنا دلوقتي بنتكلم في سياسة الدولة وهنروح في داهية، فمش مهم خلاص. ما لا مش قصدي، لا مش قصدي، بس قصدي يعني اكنه عادي كده. ما علينا، تعال نعدي الحته دي ما تحطهاش في خالص الليسته. خالص كنت بتتفرج عليه في الساحل، في الساحل الحمام. بالليل بعد ما العساكر كلها نامت وانت بالمايوه رحت مطلع عادي تحصل يعني، كلنا في الساحل بنستنى لما العساكر تنام علشان نتفرج على افلام. فهو الفيلم انا كنت لسه بخلص، كنت هخلص جيش، فعارف اللي هو الكويشنز اللي هو طب انا هعمل ايه، هشتغل في كارير عامل ازاي، هروح اعمل ايه وكده، فكان لايق على المود اللي انا فيه، فجايز ارتبطت فيه بشكل تاني يعني. كمان مرة حابب أشكر محمد طارق، قعد معنا فترة طويلة جدا، النقاش بتاعنا طويل جدا جدا جدا، زي ما قلنا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، ما تنسوش تبصوا عليه، ما تنسوش تشتركوا في قناة محمد طارق على يوتيوب. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو، وباي باي.